قال: وقال أبو موسى. وقال أبو موسى، هذه كلمة وقال أبو موسى صيغة ماذا في صحيح الإمام البخاري؟ تفضل، صيغة ماذا؟ تعليق بصيغة الجزم، تعليق بصيغة الجزم. وقال أبو موسى. أبو موسى من أبو موسى؟ أبو موسى من أبو موسى؟ تفضل، ما اسمه؟ ما اسمه؟ تفضل. عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار. نعم، أبو موسى عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار الأشعري، أبو موسى الأشعري. وهذا المعلق من وصله؟ هذا المعلق من وصله؟ نريد أصابع جديدة. تفضل. وصله الإمام البخاري في حديث رقم 196، حديث رقم 4328. أحسنت، فإذا هذا الحديث موصول عند نفس الإمام البخاري، رقم 96 و128 و304 آلاف. قال إذا سوف يأتي في وقته إن شاء الله. قال: وقال أبو موسى: دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقدح. ما معنى القدح؟ ما معنى القدح؟ اللعاب. ما معنى القدح؟ قال العيني الذي يؤكل فيه، فالذي يعد ويجعل فيه الطعام هذا يسمى القدح. وقال ثم زاد: في استعمال الناس اليوم الذي يشرب فيه، لكن بعد ذلك أصبح يستعمل لما يشرب فيه. قال: بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه. ما معنى ومج فيه؟ ومج فيه، ما معنى ومج فيه؟ تفضل. أصب ما تناوله من الماء في الإناء. من أين صبه؟ نعم، من فيه صلى الله عليه وسلم، فهو جعل الماء صلى الله عليه وسلم في فيه ثم صبه، صب ما تناوله من الماء في الإناء، والغرض بذلك إيجاد البركة بريقه المبارك صلى الله عليه وسلم كما مر معنا ذلك. ثم قال لهما: اشربا منه. اشربا على من تعود وما أدراكم. تفضل. أبو موسى الأشعري بن عمرو بلال رضي الله عنه في كما ورد في حديث الذي وصل البخاري نفسه في كتاب المغازي، قال: في كنت عند النبي. وين رقم الحديث؟ رقم الحديث قال أقول أنت، قول أنت. نعم، إذا هما أبو موسى الأشعري وبلال رضي الله عنهما كما عند البخاري رقم 4328، وأفرغ على وجوهكما ونحوركما. ما معنى النحر؟ ما معنى النحر من كلام أهل العلم؟ قال أبو يحيى زكريا الأنصاري، قال: موضع القلادة من الصدر. موضع القلادة من الصدر، هذا يسمى النحر. حديث رقم الحديث التالي. إذن ما هو الشاهد من هذا الحديث مع تبويب الإمام البخاري؟ ما هو الشاهد؟
ما هو الشاهد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه وتوضأ ثم بقي هذا الماء طاهر فأخبر الصحابة بلال وموسى أن يتوضأ منه. هل في النص أن يتوضأ منه؟ أن يغسل وجوههم، فإذا هو طاهر في استعمال. تفضل. غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ووجهه ومسح فيه ثم قال لهما اشربا منه وأمرهم وأمره فاضربا على وجوهكما ونفوركما. تفضل. إذا الكلام هنا وهذا دلالة على استخدام الماء المستعمل بعد النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل. الماء المستصار للشرب جائز في الموضوع. تفضل. إذا كان طاهرا للشرب فإن كان أولا وطاهرا لغير ذلك. تفضل. إقرار النبي على التبرك. إذا إخواني في الله هذا الماء المستعمل ليس بنجس فقط، لا تزيدوا كلاما لا صلة له بالموضوع وكل كلام عليه تعليق. نعم.